دلوقتي احنا ده لايف تاني برضو، عشان برضو ايه كان معانا كارت 1070، وطبعا اتعمل له شبلنة، اعادة شبلنة كاملة، الرامات كان فيها مشكلة، وهنعمل له تيست دلوقتي ونشوف. طبعا الاستاذ بيبو بيتيست الرامات اول حاجة عشان يشوف الرامات شغالة بكفاءة ولا طبعا لأ. بيبان معايا. طبعا ده تيست الرامات، والنتيجة بتظهر في الاخر. طبعا الكارت بعد ما بيتعمل له صيانه سرعه الرامات وده كمان حتى في سرعه الاستجابه احنا تمام. كواضح قدام مننا الكارت كده شغال تمام. هو قبل العيب برضه انت كنت بتعمل له تيست رام تشوف المشكله. اه بالظبط. اه طبعا بيتعمل لكل حاجه ضغط عشان يشوف الكارت، نعمل استرس عليه. طبعا ببرامج ضغط عشان نشوف كفاءه الكارت. بالظبط. طبعا المراوح اللي بتقف معانا ده بيبقى نظام الكارت برضه النظام ده والتوطير. سنسور حرارية تبريد الحرارة، المراوح بتبدأ تشتغل من بعد درجة 55 درجة. بعد الدرجة. الشاشة اللي معانا دي برضو ميزتها يعني هي مش حديثة قوي، بس هي ميزتها كويسة، اللي هي فيها اللي هي دبليو بي اس. تمام كويسة يعني لحد ما هي الشاشه معانا اي بي اس، اي بي اس فبتبقى درجه الوضوح بتاعتها ودرجه الالوان حقيقيه، يعني ما بتديش لون مثلا زياده او لون بالظبط. ناقص. ده بتفيدني في التيست اكتر كمان. حتى يعني اي حد بتاع صور او بتاع برامج كمان الكارت عشان بيسطب احنا عندنا تعريفه. تعريف كتير وكروت كتير، فبيبدأ بيطول سنة صغيرة، بس هو عادي بقى متعرف خلاص، هو شايف خلاص انتهى، هو هيتعرف مفيش أي مشاكل، هو لسه لغاية دلوقتي هو ما اتعرفش. بيبدأ يتعرف. طبعا هو هيتعرف، بس هي انت بتسيبه ثواني بس، لحظات، لأن ايوه عندنا تعريفات مهولة لجميع الكروت على الجهاز. طبعا الكارت ده كان فيه مشكلة رامات برضو للتذكير. بالظبط. طبعا يعني من خلال الفن اللي بيبقى فاهم ان هو يمسك الحاجه يعرف العيب بتاعها ما يقعدش يدور، وده يعني حقيقي ده اللي حصل. لما الاستاذ بيبو مسك الكارت عرف هو عيبه ايه. انت كنت يعني مقتنع ان هو انا عيب في حتى الكهرباء؟ انا كنت يعني ايه ضده في الراي، قلت له ده ممكن يكون عيبه يكون في مشكله انفصال في البي سي بي بتاع الجي بي يو، دي بيانات الكارت. البي سي اي، بي سي اي ده بيدل الكارت شغال بنص او شغال بالكفاءه كامله، ال 16 او ال 8. تمام تمام. هو شغال بيقول لك انا البي سي بي بتاعي مثلا 16 و2 من 10. تمام. انا ساحب منه 16. هنفتح الاستريس. طب انت بتنصح ايه افضل برنامج استريس والله هو البيتش مارك كويس، لان الفور مارك، شديد على شديد على الكروت. يعني احنا هنا برضو حتى لو احنا عايزين تيست هنا ما بنتستش كتير. يعني ال 10 80 بيعمل تيست سريع كده، ال 10 80 بيجيب لك الحراره وكل حاجه ومعدلها في السريع كده. تمام. هنا هيبدا يعمل استرس سريع اهو، ليه بقى ربع ساعه ونص ساعه والكلام ده، والخمس دقايق واربع دقايق ده الافضل، بتسيبه يملى لحد الاخر كده، لان انت لو عملت التيست وسبته هيفضل شغال وهيحرق لك الجي بي يو. تمام. هنا بيجيب لك اقصى حراره واقصى ضغط واقصى في السريع، لان هو بيضغط مره واحده بمعدل منتظم. طب هو السؤال اللي هو دلوقتي الالعاب الفور مارك ما بينصحش بيه، الحراره بتاعتك اقصاها 57، دي حراره بعد الصيانه. 58 ده حراره جميله على ال 10 80. يعني تمام. الضغط حرارتك 57 درجه بعد الصيانه اهي. كان بيجيب معاك حاجه طبعا هنا بيانات الحراره وكل حاجه. بالظبط. حاجه عايز اوضحها ان ما بتضغطش على الجي بي يو لوحده، عشان كده هو ده الفرق بين الفور مارك بالظبط. والالعاب. الالعاب ان انت لو تلعب كتير، حد يقول طب ليه الفور مارك مثلا ربع ساعه غلط
والالعاب ما انا ممكن افضل العب 6 ساعات، لا الالعاب بيبقى فيه مناصفه بقى انها بتضغط على كل حاجه في الكارت وماشيه بنظام. اه وكمان مش بتفضل ضغطه 100% في طول الوقت، يعني ساعات بتنزل الضغط. احنا هنا بنتست بيه بس مش اكتر. طبعا هنا المراوح كمان ابتدت تشتغل لما الحراره بالظبط الحراره تبدا من الخمسينات يبدا الفانات تشتغل، ده الطبيعي جدا. وبعدين الحراره هنا عندك الفانات، بص سرعه الفان على قد سرعه الجي بي يو 53 53 حراره 53 سرعه 4 زيها. طبعا هنجرب كمان لعبه على الكارت. اه طبعا الكارت بيمر بكل مراحل الاختبار عشان طبعا ايه بالظبط، يعني عشان يبقى اختبره من كل حاجه. يعني ده هيتمان طبعا، في واحد ممكن يبقى شاري كارت ب 10000 جنيه ولا ب 12000 ولا حتى الكروت دلوقتي اسعارها بتوصل لفوق ال 20000، فيعني لما يحصل فيه مشكله ويلاقي حد صينه فدي حاجه يعني في حد ذاتها كويسه، غير ان هو مثلا يتركن او مفيش حد او يروح لحد يسخن عليه ويبوظه له. طبعا فدي طبعا يعني حاجه كويسه ان انت يبقى عندك خيار ان انت تلاقي حد. طبعا الكارت بيتعمل له صيانه وبيبقى عليه ضمان 5 شهور تمام للريسايكل وسنه لو احنا غيرنا حاجه جديده. اه يعني دلوقتي ولو هنغير حاجه استيراد ولا الكلام ده كله فهاتيك 5 شهور ده من عندي، مع ان القطعه الغطي ببقى باخدها ما عليهاش ضمان. طيب بس هتلاقي البروسيسور مساحب هنا السي بي يو 100% لان احنا بنتست بس دي بورا بتست فما بتقعدش معايا بتست. هو السي بي يو طبعا هو اللي في حاجه اسمها خلال خبرتي انا اقول لك ان في بوتل نيك في اللعبه، بوتل نيك بيبقى عنق الزجاج اللي هو بيبقى فيه حاجه عاليه قوي وحاجه مش عاليه. ما انا هقول لحضرتك احنا هنا البرد دي ممكن تحط كارت تلاقي فرقع فيها، الاف بي اس بتاعك 60 الحراره بتاعتك 36 في الجيم هي حاجه كويسه بدون التست. طبعا كرب افضل نوع برضه دي حاجه لازم بالظبط. انا طبعا مفيش سلبيات اقولها لان والله العظيم فعلا انا يعني مفيش سلبيات شفتها، لو في اي سلبيه انا كنت قلتها سالت فيها، بس حقيقي انا مفيش سلبيه شفتها عشان كده انا بقول يعني ان هو برضه بيتش مارك اخر اهو تاني هنعمل ضغط تاني اتعمل له تيست عشان برضه ايه الكارت يروح لصاحبه، عشان الناس اللي بتقول ان المشكله بترجع تاني فيعني انا بديله ضمان لو في اي حاجه وارد تحصل ولا اي كده. لا لا استاذ بيبو ممكن واحد يكون عنده اصلا مشكله في الباور بالظبط اه هو مش حاسس بيها هو مقتنع ان الباور بتاعه سليم. ايوه يعني هو عنده مشكله في الباور ويفضل ده برضه ستريس من نوع تاني. طبعا البيانات بص على الاف بي اس بقى هنا هيجيب لك الاف بي اس اعلى اف بي اس للكارت واعلى حراره لان ده بيضغط على الكارت برضو اكتر من الجيم. الاف بي اس بتاعك بص عالي ازاي؟ السيارة دي بتبقى من الرماية. اه انت كده انت كنت عايز تبيع الكارت ده ترميه صح؟ ما انا بقول لك يعني حرام اما يبقى واحد جايب كارت مثلا ب 10000 ولا ب 12000 ويحصل فيه مشكله وما يلاقيش حد اصلا يسيبه. هو انت الكارت ده كنت عايز يعني ان انت ايوه كارت اهو شغال. اي حد بيلاقي مثلا في مشكله في حاجه مضايقاه ولا كده ممكن يقول لك طب حاجه يعني كل اللي هو بيقول لك انا بصين ولا الكلام ده كله كل ده في الهواء. هو انت صيانه قد ايه يا استاذ بيبو في المجال ده؟ احنا كده بالظبط ده شغل كله عامه احنا بقى لنا حاجه 20 سنه. هو في صديق ليا ممكن يكون بالنسبه للكروت والكلام ده بادئين في بيبو عشان ما حدش يقول ان انا يعني معايا. انت شرفت المكان وكارتك زي ما انت شايف كده ما فيهوش اي مشكله وبتاخد عليه ضمان 5 شهور ما فيهوش اي حاجه. طبعا الجي بي يو 75% استخدام 54 درجه حراره اف بي اس كده احنا الكارت بتاعك ده مفيش اي مشاكل خلاص الموضوع منتهي وكده.